صباح الو، الخير، ايوه يا دكتور، السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. بعد اذنك يا دكتور، انا والده من 3 اسابيع تقريبا، وبيجي لي في اخر 3 شهور في الحمل حاله من الارتكاريا جامده جدا. لما كشفت الدكتور قال لي ان نسبه افراز الصفراء عندي بيبقى عاليه اما هرمون، اما الهرمون بتاع الحمل بيزيد، النسبه بتزيد، فبيبقى بيأثر شويه ده فبيزيد اول عليا. حمل ليك يا ساره؟ لا ده تالت حمل يا دكتور. هو وكل للاسف حمل بيحصل الجنين لك سواء، كده؟ نعم، كل حمل بيحصل لك كده؟ اه كل حمل بيحصل لي كده. تمام. هو للاسف الجنين توفى قبل الولاده على طول، يعني بكام يوم. المهم يا دكتور، هو ما عملت ليه؟ تحاليل بعد الولاده، لقيت انزيمات الكبد عاليه والهيموجلين كويس يعني، بس هو انزيمات الكبد كان عاليه وفي دهون. عالية قد ايه؟ النسبه مش فاكره يا دكتور والله. ما خدي بالك يا سارة ان انزيمات الكبد بترتفع طبيعيا اثناء الحمل. والله يا دكتور، يعني في ارتفاع طبيعي، لكن اه لو ارتفاع مبالغ فيه ده لينا قصة تانية. لا بس انا لما كشفت عند الدكتور كبد وبطنه قال لي حجم الكبد متضخم زياده، فقلقني بصراحه، قال لي انا مش لا عارف بصي، متضخم ليه كده، هل الدهون عاليه لدرجه انها تضخمه ولا في حاجه تانية، فاعملي لي تحليل هو فيروس سي، واعملي لي، قول لي على بعض التحاليل كده. بس انا قلقت بصراحه. فهل يا دكتور ممكن يكون الحمل نفسه والولاده او مكان الحمل هو اللي مكبر حجم الكبد، ولا ممكن ما فعلا يكون في كلمة حاجه؟ حجم الكبد دي يا سارة كلمة كبيرة جدا، لازم تعملي السونار في مركز أشعة متخصص. هو عمل لي سونار قال لي حجم لا ما كبير عن ينفعش، الكبد. هو مش أستاذ أشعة، أنت اه تروح المركز أشعة متخصص ايوه يعملوا لنا قياسات للكبد. وما فيش حاجة اسمها يا سارة أصل الكبد شكله متضخم، اه يعني في حاجة اسمها قياسات. اقفلي اسمعي الإجابة من التلفزيون سارة. بصوا أهو ده بقى انا بسميه، ما تزعلوش من كلمتي، العك الازلي اللي احنا فيه. مدام ساره بتحمل وتالت حمل ليها، ومع كل حمل بيجي لها ارتكاريا، والارتكاريا دي اللي هو الهرش والحساسيه ممكن يبقى ليها اسباب كتيره جدا، من ضمنها ان يكون في كوليستيزيس وبريجنس. كوليستيزيس وبريجنس يعني ايه؟ يعني نسبه الصفره بترتفع اثناء الحمل، ودي بتفضل ترتفع من الشهر الثالث تدريجيا وممكن تعلى جدا على الشهر السابع او الثامن. لكن دي بنعرفها ازاي؟ بنلاقي عين المريض مسفره، المريضه مسفره، وبنعمل تحليل الصفراء بنلاقيه ايه؟ عالي. انزيمات الكبد لها وضع خاص جدا مع الحمل. يعني الطبيعي ان انا اثناء الحمل في 4 انزيمات للكبد. في انزيم الاي اس تي والاي ال تي والالكالاين فوسفاتيز والجاما جيتين. اي اس تي، اي ال تي، اي ال بي، جي جي تي، الاربعه دول. الالكالاين فوسفاتيز اللي هو الاي ال بي طبيعي انك تلاقيه عالي جدا اثناء الحمل. ليه؟ لان ده انزيم بيفرز من الكبد وبيفرز من المشيمه اللي هي الخلاص، وبالتالي اثناء الحمل الالكالاين فوسفاتيز ممكن تلاقيه عالي. الجاما جي تي اللي هو انزيم الكبد المرتبط بالدواء، الناس اللي بتاخد مسكنات وبعض العقاقير او دهون الدم، دهون الكبد، ممكن تلاقيه عالي اثناء الحمل. الاي اس تي والاي ال تي ممكن يرتفعوا برضو اثناء الحمل، لكن ما يزيدش ارتفاعهم عن مره ونص او مرتين المعدل الطبيعي. وبالتالي يا ساره لازم حضرتك تروحي تعملي لنا اي اس تي، اي ال تي، الكالاين فوسفاتيز، جاما جي تي. حكايه بقى انه عمل سونار الكبد متضخم، ما فيش حاجه اسمها كده في الطب. الطب ده مبني على قياسات. المفروض ان انا اروح مركز اشعه متخصص ويعمل لي قياسات للكبد. الكبد ده بيقاس يا جماعه، ما هيش العمليه يقول لك اصله بالتقريب كده كبير، ما فيش حاجه اسمها. يعني انا ممكن حد يكون سمين قوي يشوفني ان انا نحيف يقول لك لا والله ده قياسا عليه، وممكن واحد نحيف قوي يشوفني ان انا سمين قوي. ايه الفيصل هنا؟ القياسات. فالمفروض ان انا اروح مركز اشعه اقيس الكبد، اقيس الفص اليمين واقيس الفص الشمال، واشوف نسيج الكبد شكله ايه، واشوف الوريد الكبدي شكله ايه، واشوف الوريد الاجوف السفلي شكله ايه. يعني ممكن يحصل اثناء الحمل حاجه اسمها بات كياري سندروم، يحصل جلطه في الوريد الاجوف السفلي اللي خارج من الكبد. يعني الكبد ده خارج منه وريد، الوريد ده صابب فين؟ في الوريد الوريد الكبدي، صابب في الوريد الاجوف السفلي اللي صابب في القلب. احنا يحصل جلطه في الحته دي، تبص الكبد تضخم جدا. فهناك اسباب عديده جدا لتضخم الكبد، شكل الطحال، حجمه قد ايه، الوريد الطحالي قد ايه، لازم اعمل دوبلر على اورده وشرايين الكبد. شفتوا التفاصيل دي كلها؟ لازم يعملها دكتور اشعه متخصص.
خلاص؟ يبقى المفروض يا سارة تروحي مركز أشعة. الكلام ده مش لسارة بس، لأي حد. مفيش حاجة، أنا راجل أهو بتاع جهاز هضمي وكبد وبعرف في السونار، مش حاطط في عيادتي جهاز سونار. لما بحب إن أنا أطلب سونار ببعت المريض لأستاذ الأشعة، وعلى فكرة بعضهم متميز جدا في قراءة السونار والبعض الآخر غير متميز. فقراءة الموجات الفوق الصوتية دي غاية في الأهمية، أرجوكم تحتطوا منها. مش أي حد يقول لك الكبد كبير شوية، أصله صغير شوية، أصل الطحال مش عارف معوج. جالي مريض بيقول لي أصل الدكتور عمل لي سونار قال لي الطحال بتاعك معوج. إيه الكلام الفارغ ده؟ لازم نروح لأستاذ أشعة وناخد تقرير كامل عن حالة الكبد. مفيش مانع ان احنا نعمل فيروسات كبديه، فيروس بي وفيروس سي، علشان نشوف اذا كان في تضخم في الكبد ولا لا. اما ان يكون الجنين توفي في بطنك يا ساره نتيجه انزيمات الكبد العاليه، فلازم نعرف السبب. يعني لازم الجنين ده توفي، لازم نعرف سبب الوفاه ايه. في مرض معين مناعي، انزيمات الكبد، في فيروس كبدي، وهكذا. معانا